تزوجت الأميرة لولو الفيصل عمرها 19 عام، ثم سافرت مع زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال مشواره الدراسي، وأنجبت خلال زواجها الذي انتهى بالانفصال 3 أبناء، لتعود بعدها إلى المنزل الذي نشأت فيه وتبدأ تجربة جديدة. أكثر شيء اللي كنت أشوفهم أكثر شيء يعني عبد الرحمن الفيصل الله يرحمه كان دايم مع الوالدة الله يرحمها في كل محل تروح، ودايم مع بعض وساكن في البيت. بندر الفيصل كان ساكن عندنا يعني في البيت. أنا بعد ما انفصلت من زوجي كنت ساكنة عند الوالدة، فهم اللي كانوا دايم متواجدين مع الوالدة الله يرحمها. تركي الفيصل هم أقرب في السن، أقرب ناس لي. الكبار كانوا ما أشوفهم دايم، وزي ما أنت عارف أخوي سعود كان مشغول على طول، هو يعني نشوفه دايم يجي يزور الوالدة ونقعد سوا، بس إنه ما هو زي عبد الرحمن وبندر وتركي. بس لما نجتمع نكون أخوان يعني ما في شيء، ما نقعد نحكي لنفرض مع سعود الفيصل ما نحكي سياسة، ولا إذا جاء لما نجتمع ويجي أخوي خالد ما نسأله كيف شعرك إيش الكلمات اللي قلتها وهذا. أنا كنت في بيتي واتصلت بأختي هيفا، قالت في حاجة حاصلة بس ما نعرف إيش هي، صار شيء للوالد الله يرحمه، والوالدة راحت للمستشفى. فأنا رحت المستشفى، دخلوني، ولما طلعت فوق الوالدة قالت لي إنه انقتل الله يرحمه.